السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوة والأخوات، أتمنى هو أن نراه الصوت يوصلكم جيدا. الإخوة اللي راكم تتابعوا فينا، إذا كان ممكن ديروا لنا إشارة، حاول الصوت فقط. صحيت الأخ محمد، ربي يبارك فيك الأخ محمد، الصوت راهو يوصل جيدا. صحيت الأخ صحراوي، أخ عبد المجيد، الأخ عقبة، إلياس، راهو الصوت يوصل جيدا. أوكي، إذا إن شاء الله نبدأ في المداخلة نتاعي. الآن مانيش نقرأ في التعليقات، نحاول هو أن ندير مداخلة حول عودة الأخ أحمد شوشان إلى الجزائر، ونتحدث أيضا حول اللامبالاة والسخرية بخصوص هذا الفيروس نتاع كورونا، بالإضافة إلى بعض الأشياء المتعلقة بالحراك في الجزائر. أولا، علاش أنا نتحدث على العودة نتاع أحمد شوشان؟ لأنه كاين فيه ناس قالوا لي علاش عاد أحمد شوشان للجزائر وما عادش انت؟ بالإضافة إلى أنه الأخ أحمد شوشان أعرفه منذ سنوات، وقبل أن أعرف الأخ أحمد شوشان يعني أن ألتقي به وأن أتحدث معه في مواضيع مختلفة، كنت عرفت خوه اللي هو كان أستاذ جامعي، يقول له الأخ محمد الطاهر. بالمناسبة إذا كان راك تتبع فيا، نحييك الأخ محمد الطاهر، هو كان واحد من المناصرين لأحمد طلب الإبراهيمي سنة 1999، والتقينا في الجزائر العاصمة عدة مرات. وأحمد شوشان كنت نسمع عليه من قبل، بحكم هو أنه كنا نطلعه وكنا نبحث على معلومات تتعلق بالمأساة، وكون هو أنه واحد من الناس الذين سجنوا، وكان الأخ تاعي في تلك المرحلة كان محامي، كانوا فيه بعض الضباط اللي هو كان يدافع عليهم، بالتالي كنت نسمع عليه مرة على مرة هكذا، إلى أن التقيت عن طريق الصدفة سنة 2001 في باريس في المحاكمة نتاع حبيب سويدية. فيما بعد، بعد ما فتحت منتدى بلا حدود سنة 2006، كان هو سجل في المنتدى نتاع بلا حدود، وما كنتش أنا متأكد من أنه الأخ أحمد شوشان. لما شرعت في الحوارات، كان أول واحد فتحنا معه حوار مفتوح كان الأخ مراد الدهينة. فيما بعد اتصلت به أنا، وكان في تلك الفترة كان توفى أعتقد عمه وفي نفس الوقت سهره، وطلبت منه أنا على جال باش نفتحه حوار، وفتحنا حوار أتحدث على أحمد شوشان، لأنه كاين فيه بعض من الناس اللي ما يعرفوش، لا التقوا به ولا تحدثوا معاه، ويحكموا فقط من خلال السماع إلى بعض الأشخاص اللي ربما منهم لم يلتقيه ولا يوم، ويسمع في بعض الأشياء هكذا تلصق، وبالتالي يروح مع الموجة هذيك. منهم اللي صار يقول بأنه شيات، منهم يقول باللي عميل نتاع النظام، منهم اللي يقول باللي راهو عاد بصفقة.
فحبيت أن نتحدث من باب الموضوعية، بحكم هو أنني التقيت بالأخ أحمد شوشان وتحدثت معاه لساعات ولي أيام ولي شهور ولي سنوات، تحدثت معاه في الموضوع خاصة نتاع المأساة الجزائرية، واستفدت من خلال الحديث نتاعي معه في بعض المسائل اللي كنت ما نعرفهاش، عرفتها من خلال الأخ أحمد، لا سيما اللقاء نتاعو بسعيد مخلوفي وبعض الشخصيات الأخرى، وكاين فيه بعض الأشياء اللي ربما ما يعرفوهاش الناس، ما يعرفوهاش الناس، وهذيك الأشياء مازال إلى اليوم هي محل نزاعات، لأنه مع الأسف الشديد كاين الناس ما يطالعوكمش على هذه الأمور، كاين الناس اللي خايفين ربما من التطرق لها، وكاين الناس اللي هما يجيب لك موضوع ثانوي ولا هامشي ويحاولوا أنه يركز لك عليه ولكن يخليك الأصل. وفي ظل هذا الغياب تاع المعلومات، في ظل غياب هذه المعطيات، كاين كثير من الناس للأسف الشديد هو أنه ينساقوا وراء موجات هكذا، وربما يصيروا عامل تاع تهديم بدل من أنه يشاركوا في استتباب الأمن وفي استقرار الأوضاع، يصيروا معاول نتاع هدم. لذلك أنا حبيت نتحدث، بطبيعة الحال أنا راني نتبع في الأحداث، مش نتحدث غير هكذاك برك مثل ما راهم يتحدثوا الناس كل يوم، يعاودوا في نفس الأسطوانة وكل يوم يعاودوا في نفس الكلام. نتحدث لأنه ارتأيت من أنه لابد من الحديث في هذه النقطة، لا سيما هو أنه لاحظ تشويه، سب، تخوين، تحريض على القتل، تحريض على السجن، الانتقام، وبالتالي لابد هو أن نتحدث على هذه المسألة نتاع أحمد شوشان. أحمد شوشان بالنسبة للشباب اللي ما يعرفوش، هو ضابط في الجيش، كان برتبة نتاع نقيب، أدخل السجن خاطر كاين بعض من الناس اللي ما يعرفوش هذه المعلومات، لا قرأوا ولا تبعوا هذه المسألة، وبالتالي تخفى عليهم معلومات. أدخل السجن، قضى 3 سنوات في السجن، حكم بتهمة نتاع الانقلاب. بطبيعة الحال هو كان تمرد على القيادة العسكرية، وهو يعلن ذلك ماهوش خفيه. في الوقت هذاك اللي كاين بعض من الناس اللي الآن راهم يتشدقوا ويتحدثوا على المعارضة نتاع النظام، كانوا خدامين في النظام بدون ما نذكر في الأسماء، كانوا خدامين في النظام، بل منهم اللي كان عميل، كان منهم اللي كان يخدم مع التوفيق وشخصيات أخرى، الآن صاروا معارضين وصاروا أبطال وصاروا زعماء. في ذلك الوقت كان أحمد شوشان كان هو ضد الانقلاب، ودخل السجن قضى 3 سنوات، فيما بعد هو خرج بالعائلة، هرب بطبيعة الحال ودخل للصحراء وقعد فيها عامين، يعني في عدة دول في الصحراء الكبرى، فيما بعد راح لبريطانيا وطلب اللجوء السياسي، ومنذ ذلك اليوم لم يعد إلى الجزائر إلا في الأيام الأخيرة كما تبعته. توفى باباه، توفى صهره وعمه، توفوا ربما عدد كثير من الأقارب نتاعو. تحدث في الوقت وين كانت الناس ساكتة، تحدث في الوقت وين كانت الناس تدير في الكوميرس وتدير في البزنس، تحدث في الوقت وين أنه كانت الناس ما عندهاش معلومات حول المأساة. ومش غير هو، مش غير الأخ أحمد، كاين ناس آخرين اللي تحدثوا، وهذيك المعلومات اللي هما تحدثوا بها تم استعمال بعض المعلومات في بعض قنوات الفضائية، منها كانال بلوس، منها قنوات فرنسية أخرى، منها قنوات مثل الجزيرة، مثل قنوات أخرى استعملت تلك المعلومات. هو وحسين هارون، سمراوي، حبيب سويدية، كاين ضباط اللي هما تحدثوا، وين كان واحد بيتحدث أدلوا بالشهادة نتاعهم، تحدثوا على التعذيب، تحدثوا على السجون، تحدثوا على الظلم، تحدثوا على التصفيات، تحدثوا على الاختطاف،
تحدثوا على كثير من الأشياء في ذلك الوقت، ما كان حتى واحد يتحدث من هذا الناس اللي راهم الآن صاروا أبطال وصاروا زعماء. درك في هذاك الوقت وين أنه ما كان حتى واحد يتحدث من هذا الناس، لا سيما من هذا الناس اللي راهم هما ركبوا الموجة، صاروا هو أنه يتهموا في الناس اللي كانوا يعارضوا في النظام وكانوا ضحايا نتاع النظام، صاروا يتهموا فيهم بالشتاء ويتهموا فيهم بالعمالة للنظام ويتهموا فيهم بأشياء مختلفة. شكون هو اللي التحق؟ وشكون هو اللي ركب الموجة؟ هذا الناس اللي راهم دوك ظهروا الآن في 2020، هذو اللي منهم يروح يدير فيها صورة والله يدير فيها فيديو يطلع بطل، هذا اللي دخل للسجن، هذا اللي ماتوا من الأقربين نتاعو، واللي قضى هو 25 سنة، 25 سنة وهو في الخارج لاجئ في أوطان نتاع الناس، يجي يرجع عوض هو أن يستقبل، وعوض هو على الأقل يا خويا اسكت، يصير يتهم من أنه شيات، ومن أنه عميل للنظام، ومن أنه خائن، ومن أنه مهبول، ومن أنه كذا وكذا وكذا، في الوقت وين أنه فيه ناس اللي ما يعرفش يجيب حتى زوج كلمات، صانعين منهم أبطال وصانعين منهم زعماء، وحتى صار منهم اللي يلقف في بعض الناس قال هذاك العربي بن مهيدي وهذاك علي لابوينت وهذاك مانيش عارف وهذيك جميلة بوحيرد وهذيك مانيش عارف أنا فاطمة سومر، وهذيك صاروا يمدوا في الألقاب الناس جهلة، ناس ما عندهم حتى علاقة بالمعرفة، ما عندهم حتى علاقة بفقه الأزمة معذرة، ما عندهم حتى علاقة بالنضال، صاروا أبطال وصاروا زعماء وصاروا فطاحلة وصاروا جهابذة، والناس اللي كانوا هما طيلة هذه المأساة كانوا هما حجرا تاع صباط لهذا النظام. شكون اللي كان يتكلم لما كان يتكلم شوشان؟ شكون كان يتكلم على التعذيب وعلى السجون وعلى شكون اللي كان يتكلم؟ وغيره مش غير شوشان، حسين هارون، هذاك حسين أقنون المدعو هارون، صمراوي، حبيب السويدية، وكاين ناس آخرين يعني تحدثوا في المأساة وأدلوا بشهادات وأدلوا باعترافات، تحدثوا في هذه الأمور. شكون اللي كان يتحدث؟ إذن حبيت على جال باش نتحدث على هذا الموضوع، لا سيما هو أنه عاود رجع، كاين بعض من الناس اللي منهم صار يحرض على جال باش يعتقلوه وباش يسجنوه بطريقة غير مباشرة. وتعرفوا كاين بعض من الناس اللي مرات لما انت تدافع على حق، حق من الحقوق سواء تعلق الأمر بشوشان أو بأي شخصية واحدة أخرى، يعتقد من أنه أنت لما تدافع على ذلك الحق راك تدافع أنت على الإيديولوجية نتاعو، إيديولوجية خاصة به، موقف السياسي نتاعو خاصة به، سواء تعلق الأمر بالقيادة نتاع الجيش مثل ما راهو يشوف فيها هو، أو بالنضال السياسي نتاعو في هذا الحزب اللي راهو هو أنشأه رفقة ناس آخرين، أو بالموقف السياسي نتاعو لا سيما منذ 2011، هذا أمر يتحمل المسؤولية نتاعو هو، وهو الذي يسأل عن الموقف نتاعو، مانيش أنا، أنا نتحدث من باب الإنصاف، لأنه شفت فيه كيل بمكيالين، وإن أنه نتاع أحمد شوشان اللي كان يتحدث، ومش أي إنسان يعني يتحدث بين واحد اللي راه متهم في قضية وبين واحد اللي كان عرضوا عليه على جال باش يتعامل هو مع زيتوني ويذكر الأسماء والألقاب، وبين واحد حراق يضرب فيها طبس نتاع لوبيا ويجي يضرط على الناس، ماشي كيف كيف. ويصير هذاك الإنسان اللي هو قضى السجن ضرب السجن في الجزائر، كاين بعض من الناس اللي راهم الان يتحدثوا من الخارج عمره ولا عنده يوم نتاع نضال في الجزائر، يوم نتاع نضال ما كانش، هو سجينة في الجزائر
وطرد من الجيش، طردوه من الجيش. منصب نتاعو راه كان في ذاك الوقت برتبة نتاع نقيب، راه من الآن أصدقاء وراهم جنرالات. لو كان هو حب يسكت، ولو كان هو كيف ما كانوا بعض من الناس يخدموا في النظام من بعد لما راحت المناصب نتاعهم، صاروا معارضين، وصار منهم اللي راح يطلب اللجوء السياسي وكذا، ويصير مع الباليش انا كذا. هو في ذاك الوقت لو كان هو كان يسكت ما تلحقش انت المعلومة. هو خرج وتحدث هو وحسين واخرين، وهذا الخروج كل واحد عنده الملف نتاعو، كل واحد عنده القضية نتاعو. كاين اللي فعلا راهو كان هو مضايق عليه بين مثلا انت بين ما تهز انت شوشان وسمراوي، ولا تهز انت شوشان وحبيب السويدية، ولا شوشان وهذاك هشام عبود، ولا مش كيف كيف. كل واحد عنده القضية نتاعو. كاين اللي راهو كان مضطهد في الجزائر، مضطهد بمعنى انه دخل السجن، بمعنى انه راهو منع من النشاط السياسي ولا الجمعوي الى غير ذلك. وبين واحد اللي هو راهو خرج ودار فيها ملف نتاع اللجوء السياسي ولا كذا، ويزير لك هو يتحدث لك في الشأن العام، ولا واحد حراك ولا كذا، مش كيف كيف. بالتالي من باب الانصاف هو انه الانسان يتحدث على الناس، يتحدث عليهم بموضوعيه. تختلف مع شوشان من حقك، تختلف مع المواقف نتاعو، سواء تعلق الامر بالتصريحات نتاعو فيما يتعلق بالجيش او بالحراك او الانتخابات الرئاسيه، من حقك. انا شخصيا كنت اختلف معه في كثير من القضايا، وكاين مرات هو انه ما كنتش يعني نتحدث، او ما كنتش نسمي الامور هكذا بالمسميات نتاعها، لانه مهما كان الامر شوشان عندك ما يجمعك به، سواء تعلق الامر بالاسلام ولا بالعروبه ولا بالوطن ولا ب يعني عندك اشياء اللي تجمعك به، ومش من صالحك ومش من صالح عامه الناس هو انك انت تدخل في صراع لا مع شوشان ولا مع غيره. نختلف معاه، اختلف معه. كاين بعض القضايا اللي اثرتها انا وما عجبتوش، كاين بعض المواضيع اللي تحدثت فيها انا وما عجبتوش، من بينها مثلا القضيه نتاع المطار مع عبد الحق العيايده، ولكن فيما بعد المواضيع هذيك جابت مواضيع واحده اخرى. جاب موضوع تاع العيايده، جاب فيما بعد رضا، عطاونا معلومات في البدايه، جات هذيك خت حسين عبد الرحيم في الوقت هذا، شكون كان يتحدث على الماسات؟ وصاروا الان فيه ناس راهم يتحدثوا، صاروا ابطال بعد ما كشفنا كما يقولوا البزقه كثير من المواضيع اللي فتحناها، كثير من المواضيع اللي اقتحمناها، كثير من الطابوهات اللي كسرناها، وكشفنا الحاشي والراجي، من بينها الموضوع نتاع الزواف، الموضوع نتاع الدولة العميقة، مواضيع كثيرة تحدثنا فيها نتاع المافيا، نتاع السرقات، نتاع الخليفة، نتاع العصابات، نتاع أرباب المال، نتاع المواطنة، مواضيع كثيرة راها موجودة ومطروحة في الموقع نتاع اليوتيوب، بإمكان هو أنه كل جزائري يروح يطالعها ويشوفها. الآن يطلعوا لك ناس أبطال كبار وفاهمين كل شيء وعلى بالهم كل شيء، وانت تطلع باللي راك شيات وانت راك عامل للنظام. إذن من باب الموضوعية هو أنه الأخ شوشان ولا أي إنسان نختلف معاه مش مشكلة، من حقك على جنب باش تختلف معاه، ومش غير مع شوشان. شفت أنا ناس أنا يسبوا في كريم طابو، نختلف معاه، ولكن لابد هو أنه نحفظ له النضال تاعو. إنسان مناضل تحدث في وقت من الأوقات وين أنه كانوا الناس كانوا هما ضرابين شتاء للنظام، تحدثوا هو وكان معارض للنظام كريم طابو وغيره من الشخصيات. كونه انك انت تدافع على حق نتاعو، حق نتاعو في التعبير، حق نتاعو في التنقل، حق نتاعو في الوثائق نتاعو، حق نتاعو هو في انه يناضل في حقه، حقك انت تدافع، وهذاك الحق مشترك. وبين هو انك انت تدافع على الايديولوجيه نتاعو، هو راهو قال مثلا ماشي في خط اشتراكي ولا في خط واحد اخر، والله الله يسهل عليه، حق نتاعو هذاك الله يسهل عليه، يتحاسب هو
على الايديولوجيه هذيك اللي راهو متبعها، لكن انا ندافع على الحق المشترك، حق المشترك نتاع علي بالحاج، نتاع كريم طابو، نتاع بوشاشي، نتاع جوشان، نتاع زيتوط، نتاع مراد دينا، نتاع علي بالحاج، نتاع زيد، نتاع عمر من الناس. حقوق انت تدافع عليها. فرق بين انك انت تدافع الحقوق هو انك انت تدافع الايديولوجيات نتاع الناس. اذا في المساله هذه لابد هو ان الاخوه والاخوات لابد هو انه يفصلوا فيها. درك الان شوشان بعد ما صرا بدايه الحراك سنه 2011 خدم وقف واحد اخرى. كنا في تلك الفتره كنا نتحدث في الموضوع نتاع المصالحه، ولسنوات وحنا نتناقشوا وحنا نتحاوروا وحنا نحاولوا على جال باش نديروا كوكبه هكذا من الناس هكذا على جال باش ندفعوا الامور الى الامام. فيما بعد لما صرا البدايه نتاع الحركه هذيك وبدات المظاهرات وبدات الاحتجاجات، وان انه صرا فيه انتفاضه في تونس وصراو فيه قتلى وكذا، ومن بعد زادت الامور تطورت في مصر وفي اليمن، وبدات تخرج الامور بدا في ليبيا فيما بعد، وبدات تخرج كما نقولوا الامور على السيطره. شوشان راه مشى في موضوع واحد اخر، راح مشى مع صلاح الدين سيدهم في تلك الفتره، دار واحد البيان هكذا نتاع 19 مارس، وفيما بعد دخل في واسمه مع سمراوي مع حسين، ودار واحد المجلس هكذا سموه مجلس التقويم الوطني. المهم مشى في مشيات واحد اخرى. انا بقيت في هذاك الموضوع نتاع المصالحه لانه انا عندي يقين من انه هذاك هو الحل، وبقيت ماشي فيه. الله غالب ما عنديش امكانيات، ما عنديش ناس اللي يوقفوا معايا للاسف شديد، كنت نمشي بالامكانيات نتاعي الخاصه ولا زال الى تاريخ اليوم. والله غالب ما عنديش امكانيات، ما عنديش الوسائل على جال باش انا ندوميني كيما راهم الناس، وحتى الخطاب نتاعي ربما ما يخدمش ناس. كاين ناس اللي يحبوا التهييج ويحبوا الاثاره ويحبوا الثرثره ويحبوا هكذا الاستفزاز ويحبوا امور كذا. انا مانيش ننسى ان نستخدم في الخطاب العقلاني خطاب الموضوعي اللي هو ما يخدمش ناس، وبالتالي هما هذا الخطاب يحاربوه، مع انه في وقت من الاوقات يعودوا يرجعوا ليه. علاش انا تحدثت اليوم؟ في ايام سابقه كانوا بعض الناس كانوا يدعوا فيكم للتصعيد، كانوا يدعوا فيكم للعصيان المدني، كانوا بعض الناس اللي ماشيين معاهم لما انت تتحدث يقول لك انت هاك مثبط، ولما انت تتحدث يقول لك باللي انت تاك تسعى من اجل كذا ومن اجل كذا. الان ها هو جا درك هذه المساله هذه نتاع الفيروس هذا نتاع كورونا هذا، وكانوا في البدايه كانوا لا مبالين بهذا الموضوع، سخريه، ضحك، سكتشات، دايرين حاله. الان راها دول اغلقت الحدود نتاعها، الدول الان راه اخذت اجراءات الى درجه نتاع المنع. اليوم هنا في فرنسا باش تخرج لازم لك تصريح، تصريح كتابي لازمك تخرج، ولو كان تلاقى انت والشرطه ولا انت الدرك ولا الجيش ولا تقدموا لهم واش راك رايح دير، واش من جهه راك رايح ليها. ممنوع التحواس، ممنوع التجمعات، حتى الناس اللي راه عندهم اعراس ولا طلبوا منهم على جال باش ياجلوها. كثير من المواضيع، الادارات مغلوقه، المراكز مغلوقه، الى يعني فقط هو ان الناس اللي راها ربما تروح هكذا تجيب المؤونه ولا كذا، باقي النشاطات يعني خلاص محظوره. والناس مازالها قال واش قال النظام راهو يحوس يقسم الحراك. هذو درك هاد الناس هذو اللي راهم يفكروا في هذا التفكير هذا. طبيعة الحال دوك انا نتكلم كاين الناس اللي هما يوجعهم هذا الكلام، خطر عليه راك تكلم في واقع تلحق للحيط. لما تلحق للحيط باش انت تفيق، كمل في الطريق نتاعك، كمل في التصعيد، كمل في اطلب العصيان المدني، كمل راجل، كمل كمل في الطريق نتاعك. لماذا لا تتعامل مع الواقع؟ لما نهار اللي تحدثت لكم انا على القضيه نتاع تبون راهو امر واقع، كاين منهم اللي راهو يقول لكم ماك على كيفاش انت تتكلم على الامر الواقع، كمل بالشعارات نتاعك نتاع الجيش ما كانش وكذا وكذا، كمل اخرج درك كراجل، يلا اخرج
اخرج، ما تقدرش تخرج. لماذا؟ لانه راسك مسكر، تحس في روحك باللي انت راك فاهم كلش وتعرف كلش. كمل في الطريق تاعك، كمل كمل. ترى ايها الفيلسوف، ايها العالم، ايها المتفقه، ايها العارف بالسياسه وبالفيروسات وعارف كلش، فاهم كلش، يلا كمل امشي. قاعد تطرطر على الغاشي، كمل في الطريق نتاعك، كمل في بيع الاوهام نتاعك للناس. عوض هو ان الناس تستخدم خطاب عقلاني، خطاب موضوعي، خطاب اللي هو يخاطب العقول. كاين الناس اللي راهم دركم في النظام ربما راهم يحوسوا على مخرج، وما انت جاتك فرصه، جاتك فرصه ما عرفت لهاش. كمل درك، هما كيخرجوا دوك الجيش للشارع ويستعملوا دوك مثلا هذه القضيه هذه نتاع الفيروس هذا نتاع كورونا، يستعملوها دوك يخرجوا الجيش نتاع الجرع، يخرجوا الجيش للشارع من اجل فرض نظام. اتحرك وقعد بلبل انت في الفيسبوك وفي اليوتيوب والله في القنوات الفضائيه، وقعد ضرب بالطرمبيطه والناس تفرض في امر الواقع، تفرض فيه وخرج انت. الناس دوك لما تتمس في الجيوب تاعها، روح جيب لهم السميد، روح جيب لهم السكر، روح جيب لهم الزيت، روح حل لهم المشاكل نتاعهم الصحيه، روح روح اقعد خطب على الناس. الواقع هاملين، وحنا نتحدثوا لكم بلغه الواقع، لغه المنطق، لغه العقل. كنا نقول لكم باللي يودي هذا راه امر واقع، راهو تفرض عليك، ماكش انت اللي راك باغيه، تفرض عليك هذا الفيروس، نفس الشيء تفرض عليك. تا لا تا قاعد تنظر للناس، واحد حاب ينقل للثوره نتاع غاندي، واحد مانيش عارف انا، قاعد تنظر للناس. ويا ليت هذيك الافكار راها هي تتلائم مع طبيعه الوضع ولا مع طبيعه الشعب الجزائري، يا ليت. صاروا الناس يتهموا في ناس اللي كانوا هما ضد النظام، وفي الوقت وين انه ما كانش حتى واحد يحل فمه، وصنعوا من الناس، واحد دار شعار، واحد دار كلمه، واحد تسجيل، وناس سنوات هي تناضل، سنوات هي تعمل الليل مع النهار من اجل الوصول الى وعي عام. صاروا يتهموا فيهم ويخونوا فيهم ويستعملوا في البيادق من اجل تهييج الناس، ومن اجل التحكم في عواطف الناس، من اجل تسييرها الى الاهداف اللي حوسوا عليها. النتيجه شوفوا لها، ان الله لا يصلح عمل المفسدين، نقطه. علاش تصر في راسك وجيب لك ربي، ها وجيب لك آية، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هاك دوك الآن أمام أمر واقع، ها وجيب لك ربي، أنت اللي كنت تعتقد من أنك أنت راك توظف في الحراك، جاي في دارك وقاعد توظف في الحراك من أجل باش توصل الأهداف نتاعك اللي أي واحد سياسي، أي واحد عارف بهذا النظام وعارف المخططات نتاعو قاريك، قاريك، يقرا الملامح نتاعك، يقرا كلش. هاو جاب ربي هذه الفرصه، درك هما قادرين يستعملوها وقادرين يفشلوا المسعى نتاعك، وطير للسما نتاع، اضرب الزرنا. عوض هو ان الانسان يكون موضوعي، يكون عقلاني، ويطلب المستطاع. جات فرصه، نعم نحن مع تغيير النظام البارح واليوم وغدوة، مع تغيير النظام. لكن تغير النظام باش تغيره انت؟ باش تغير النظام واش رايح دير؟ تغير النظام بروي بيضاء عندكم في الفيسبوك، اه تغير النظام بواحد يضرب فيها الطبسي لوبيا ويجي يضرط على الغاشية، باش تغير النظام؟ تسب في ضباط داخل الجيش، تسب في مسؤولين كبار. عوض هو انك انت تستخدم خطاب عقلاني، خطاب موضوعي،
ايوا هو انك انت تحفظ تضحيات انت على الناس، ناس ماتت، ناس دخلت للسجون، ناس دخلت للمعتقلات، ناس ماتت، ناس تنفات، ناس راحت الارزاق نتاعها، ناس تعوقت. ايوا هو انك تستخدم خطاب موضوعي تحفظ للناس تضحيات نتاعها، تدفع الى الامام من اجل تغيير حقيقي، تغيير اللي هو يخدم البلاد اللي هو ينهض بها. لا، يصير لك انت، يصير لك شوشان الضابط اللي كان يتحدث في وقت من الاوقات، يصير لك شيات، ويصير لك الرويبضة البيدق اللي تستعمل فيه، يصير لك علي لابوينت، ويصير لك العربي بن مهيدي. تحوسوا على التغيير تاع النظام، انتم خدم نتاع هذا النظام، خدم نتاع هذا النظام. جات فرصه في 2011 وما عرفتولهاش، واستطعتوا بالمكر نتاعكم، بالخبث نتاعكم، بالانتهازيه نتاعكم، انكم تفشلوا الحراك في 2011. ونفس الشيء الان، هذيك الانتهازيه نتاعكم ايوا هو انه تكونوا انتم جزء من هذا الحراك، حابين تستوليوا على الحراك. العنصرية، الانتهازية، الجهل، تعدي على الحرمات، تعدي على التضحيات نتاع الناس، واتهام الناس بالباطل، كذب بالتبلعيط. صار انا نطلب في حق من الحقوق نتاعي، عوض هو انه الناس يعاونوني، عوض هو انه الناس يوقفوا معايا. تقريبا 20 سنة ما روحش للدار، يقول لك واحد انت راك تضرب في الشتاء باش يعطوك الباسبور تاعك، وواحد رفع شعار عاش بطل قومي. انتم ينتظر منكم الخير، انتم اخطر من النظام، اخبث من النظام. هاني نقولها بالصوت وبالصورة والناس راها تسمع وتشاهد، اخبث من النظام، انتم اخطر من النظام على هذا الشعب. في الوقت وين انه شعوب مثل ما كنت نقول منذ قليل، شعوب غلق الحدود نتاعها من اجل محاصرة هذا الفيروس والتخلص منه، في الوقت وين انه دول راها هي تسعى من اجل القضاء على هذا الفيروس، بل وصل الامر اذا كان راكم تبعتوا البارحة في الخطاب تاع الرئيس الفرنسي، وطبيعة الحال أن الكلام هذا سمعته قبل ما يتحدث به الرئيس في الخطاب تاعه، سمعته في الشارع، وبل مؤمن به. صار المصطلح المستخدم هو نحن في حرب، والناس لا تعبأ بهذا الفيروس، بل الناس تقضي في الوقت نتاعها في السخرية، كيف ما يقولوا هذاك الإنسان اللي راه هو مديه الواد، هو يقول لكم احلى البرودة، ضر فيها قرو نتاع الزطلة، ما على بالوش بروحو. لو كان هذا الناس، قسما بالله هذا الناس، استغفر الله يا ربي، استغفر الله يا ربي، استغفر الله يا ربي، لو كان القيامة راها رايحة تقوم، تقول له القيامة السما راها تنطوى، هو يقول لك وقيلة فوتوشوب. يا الواد مديه، واد مديه، وهو راه يقول لك محلى برودة. في هذا الوقت وين انه الناس على حالة الطوارئ، في هذا النق، في هذا الوقت وين انه انت تدعي للتصعيد، في هذا الوقت وين انك انت تدعي للعصيان المدني، هذا انسان سياسي، هذا انسان عنده رؤية مستقبلية، هذا انسان عنده استراتيجية، هذا انسان يعرف النظام. قلتها في تسجيلات سابقة ونعود نكررها، الضغط الحراك هو ضغط، هو وسيلة نتاع ضغط، لكن هذيك الوسيلة نتاع الضغط نتاع مثل ما قلت في تسجيلات سابقة، مثل نتاع التورني فيس هذاك، لما توضع الفيس في المكان نتاعه وتضغط الفيس هذاك، يصير أداة على جال باش نتا تغلق بها هذاك الشيء اللي انت راك تحاول توصل ليه، لكن اذا ما وضعتوش في المكان نتاعو
راك راح تفزد البياسه هذيك اللي راك تخدم بها. نفس الشيء هذا الحراك ووسائل اخرى. عوض هو انك انت تستعمل الضغط، تستعمله في المكان نتاعو في الزمان نتاعو، وتخير الوقت انت اللي تتكلم فيه، وتخير الوقت انت اللي تحدث فيه. علاش تشوف انت دوك مثلا شخصيات مثل احمد طالب وحمروش وما ما يتحدثوش كل يوم؟ لماذا؟ جيه مناسبه هو انه يتحدث، ولا ما يتحدث يدير حي حاجه؟ لماذا؟ تعرف انت النظام خير منه، تعرف انت النضال خير منه، تعرف انت الشعب خير منه. عوض هو انه ديروا تقييم للاخطاء نتاعكم. ضيعتوا فرصه نتاع التغيير في 2011، ضيعتوا الفرصه نتاع التغيير في 2012، ضيعتوا الفرصه نتاع التغيير في 2014، ضيعتوا الفرصه نتاع التغيير في 2017، والان تريدون تضييع فرصه نتاع التغيير واحد اخرى. عوضوا أنو تحدثوا مع الناس اللي كانوا هما مناضلين وكانت عندهم مبادئ وعندهم مواقف. رايحين تتحدثوا مع ناس اللي ما عندهم حتى علاقة بالتغيير. انتم تمشيوا مع الحق، ماكمش تمشيوا مع الحق. ناس في الجزائر تمشي مع الأقوى، قال راهو يمشي مع النظام مع الأقوى لأنه راه عنده الصالح نتاعو. كاين بعض من الناس اللي الآن في الفيسبوك نفس الشيء، نفس الشيء، تمشي مع واحد راه عنده الصفحة نتاعو فيها لي زابوني بزاف، ولا راه ما عنده فيها لي فيو بزاف، ما يمشيش مع الحق، مع صاحب الحق. قال هذاك والله غير عنده رؤية نتاعو ثاقبة، هذاك راه يعرف النظام أحسن، يعرف الأساليب نتاعو أحسن، وراهو يتكلم في كلام موضوعي وكلام منهجي وكلام راهو يخدم في البلاد. لا، يروح يتبع لك هذاك، لو كان تروح تسمعه يبان لك بلي السيد مريض، ما على بالوش واش راه يهضر. لا منهجية ولا علم ولا معرفة ولا نظرة. ناس واحد يسرق في صور، واحد يسرق في معلومات. والله العظيم من الناس دون هو انه الواحد يلوث اللسان تاعو بالذكر تاعهم، قسما بالله العلي العظيم ونحلف على المصحف الشريف. كاين بعض من الناس لو كان تجيب له الناس اللي راهو يتكلم عليهم، قال الضابط الفلاني ولا الجنرال الفلاني ولا المدير الفلاني ولا كذا، الناس اللي راهو يتحدث عليهم، وتديه وتقول له شكون هذا وشكون هذا، والله لا اعرفهم، احلف لك على المصحف الشريف والله لا اعرفهم. تجيهم تعليقات يدير فيها الاسم نتاعو، او صور يدير عليها الاسم نتاعو، وراه هو اللي راه عنده المعلومات. انتم ينتظر منكم التغيير، اجهزة نتاع مخابرات، أجهزة شرطة ودرك وسائل مختلفة في الداخل وفي الخارج. عوضوا أنه يا خويا كاين نقص راني معاك، راك أنت ضد النظام راني معاك، ولكن لازمك تكون أنت كي تجيب حاجة تجيب أحسن من هذا الوضع. دوك أنت إذا كان دوك مثلا راه قال مثلا هذا الفيروس هذا نتاع كورونا هذا اللي راه دوك راه أرعب الناس، وجبت انت أشياء اللي هي قال مثلا تفيد الناس مثلا في الوقاية في العلاج ترفع من المعنوية انت الشعب، قال انت تحاول هو انك تتجاوز هذه المحنة، تحاول هو انك انت تقترح اقتراحات، قال مثلا حتى للحراك في ظل هذا الوضع اللي احنا رانا عايشينه، قال هاي بدائل واحدة اخرى. قال ما كان والو. هاد الناس اللي راهم دركم في الجزائر ياو على بالهم باللي النظام فاسد، ياو على بالهم بالسرقه، راهم يشوفوه فيها وعايشينها، ماشي يسمعوا بها في الفيسبوك
ولا في اليوتيوب ولا في القنوات، يوم يعرفوها واحد راه قال هذا جاري ها هو مدي لي حيط، وواحد قالها وهذيك البلاد هذيك الفلانيه ها وداها استولى عليها، والاخر قال مثلا راه في الثانويه الفلانيه، والله قال راه في الشركه الفلانيه، يعرفوهم بالاسماء وبالمسميات، ما يحتاج هو على جنب باش هو يجي الفيسبوك باش يقرا عليها، يعرفوا الناس يعرفوهم في الميدان، واحد راهو في الميناء، واحد في المطار، واحد في الشركة الفلانية، واحد أمام المطعم الفلاني، واحد أمام الملعب الفلاني، أمام الحي الفلاني، الناس تعرف بعضها. لكن أنت يجيب البديل اللي أحسن من النظام. راهو قال لك مثلا راهو الناس على بالها بلي راهو كاين فساد، كاين ظلم، كاين تفشي نتاع المخدرات، كاين المنكرات، راه الناس على بالها بها. جيب انت بديل يا سيدي على الاقل يعادل، ها يا سيدي يعادل تاع الشيء اللي راهو يدير فيه النظام. انت ما كانش خلاص الكرام ما كانش، وقال حتى الخطاب نتاعك خطاب موش موضوعي مش عقلاني. هذو لي فيو اللي راك انت دير فيهم عندك 400 مليون راهم يشوفوا فيه، اسكو راه معاك على ارض الواقع؟ روح اهبط اهبط شوف على ارض الواقع، على الاقل استخدموا خطاب مقلوب موضوعي. حنا رانا ضد النظام، رانا ضد الفساد، ونحوسوا على نظام واحد اخر، نظام انت عدل. شوف انت مثلا البارح كاين بعض من الناس لما تحت انت على حقوق ولا هذيك يبداو هما كيما قلت نقول قبيل يبدا هو يحمل لك في الايديولوجيه نتاع الناس. البارح برك راهو درك مثلا هذاك ماكرون دار الخطاب نتاعو، راكم شفتوا التصريحات نتاعو كيفاش تحب تاع المؤسسات هذوك المؤسسات الصغيره وكذا، على جال باش يضمن لهم هو بعض الاشياء من بينها الكراء ومن بينها الكهرباء ومن بينها كذا ومن بينها كذا. مواطنين في الجزائر راهم ينتظروا انه رئيس الجمهوريه كائنا من يكون هو النبض نتاعو يتماشى مع التطلعات نتاع الشعب باش الشعب يتفاعل معاه. تفل الوقت هذا وين انه الناس على حالة الطوارئ، على حظر التجول، والناس مازال لك يهضر لك في هضره قال يا واشي قال هذو راهم يحوسوا يكسروا الحراك. يا انت اللي راك تكسر فيه، انت اللي راك تكسر فيه الحراك، راهم الناس كانوا يمشيوا في الحراك وكانوا يحوسوا يستعملوا هذا الحراك كاداه من اجل فرض امر واقع النظام. انت راك تكسر في الحراك لما تكون انت لا تستخدم هذاك الخطاب العقلاني، لما تكون انت تحرض، لما تكون انت تدفع في الناس للمهالك، انت مخبي على روحك تدفع في الناس. قالوا روح خرج، خدم عقلك، خدم خشخاش نتاعك، روح بعث ولادك، بعث ولادك، روح بعث ولادك يروحوا لثما، تكلم كلام عقلاني يا صاحبي. قال يا خويا احنا دوك مثلا في هذه القضيه هذه نتاع الحراك، نظرا للوضع هذا اللي راه عايشته الدول كبرى عندها إمكانيات أكثر من الجزائر، إمكانيات، عندها مستشفيات وعندها أطباء وعندها باحثين وعندها علماء وعندها أدوية وعندها مصانع وعندها نقل في جميع المستويات، ومع ذلك راها عندنا حالة الطوارئ وعندنا حظر التجول. شي اللي راهو صاري في الجزائر، أنا هذه القناعة نتاعي الى ان يثبت العكس، الشيء اللي راهو صاري في الجزائر مازال ما لحقوش اعتقد للفيروس هذا نتاع كورونا، بمجرد هو ان يصاب 4 أو 5 من الناس اصابه حقيقيه في ظل هذه اللامبالاه، في ظل هذا الاستهزاء. والله العظيم استغفر الله يا ربي، غلامات الالاف المؤلفه بالوضع هذا اللي راه عايشته الجزائر. ناسكم تشوفوا في المستشفيات، لكن تشوفوا أطباء مساكن يشكيوا، فراملة مساكن يشكيوا، والناس كلها تشكي في كل المستويات. الآن درك فقط نحن في البداية نتاع هذا الوسمو نتاع هذا الفيروس هذا، درك تشوف ما الذي سيترتب
في المواد الغذائية وفي الحركة نتاع النقل وفي كذا. إذا الناس راها في هذا الوضع، كل شيء يمشي ومع ذلك الناس في أزمة، ما بالك لما تحل الأزمة؟ يا خويا قال أنا نقترح تجميد هذا الحراك إلى إشعار واحد آخر، حتى النهار تبدأ تتسوى الأمور وتتجاوز الناس هذه المرحلة، يا خويا لكل حادث حادث. ونقترح بدائل واحدة أخرى، وعلاه قال مثلا بدل من أن نضرك هذا الحراك راهو في الشارع ننقلوه للإنترنت. قال دوك كيما رانا نتكلموا هنا، قال دير الناس، قال مثلا ماشي تجمعات، ماشي تجمعات ومشي ماشي ماشي كيما راهو في البلاد حراك كذا. قال اليوم ولاية ولاية من الولايات نروحوا، قال مثلا في العاصمة مثلا، أو اليوم قال في البرج، أو قال اليوم في الصيف، قال اليوم حراك نتاع البرج، وتتفاعل الناس عن طريق الفيسبوك ولا عن طريق اليوتيوب ولا موقع واحد آخر، ويكون واحد يدير مداخلة والناس راها تعلق والناس راها تتفاعل، أو تكون فيه محاضرات، تكون فيه منتديات، تكون فيه ندوات عن طريق الفايبر، عن طريق الفيسبوك، عن طريق اليوتيوب، عن طريق سكايب، عن طريق واسمو برامج واحد أخرى نتاع محادثة. هاد الناس اللي هما مش قادرين يتلاقاو على السكايب، هذو يحلوا الأزمة نتاع البلاد، هذو يحلوا في مواقع افتراضية، مش قادرين يتلاقاو، مش قادرين يجيبوا مبادرات ولا يجيبوا أفكار اللي هما يرفعوا بها المعنويات نتاع الشعب. السب نتاع الجنرالات ولا نتاع المخابرات والله نتاع المفسدين هذا لن يغير الجزائر في شيء. الجزائر محتاجة إلى رجال، خاصة في هذه الأزمات، خاصة في هذه الظروف، في هذه الأوقات محتاجة للرجال اللي يرفعوا الهمة نتاع الشعب الجزائري ويدفعوا إلى الأمام، يدفعوا إلى الأمام من أجل إيجاد مخرج حقيقي للبلاد. هاي لوك تخيل أنت درك هو أنه يهبطوا الجيش للشارع. هذا الناس اللي كانوا في وقت من الأوقات كانوا يرفعوا في شعارات استفزازية ضد القوات نتاع الأمن ونتاع الشرطة والجيش، يخرجوا درك هذا الناس للشارع، واش راح تدير؟ يفرضوهم الأمر الواقع، جاتهم لوك فرصة بهذا الفيروس هذا نتاع كورونا ويدخلوا ويلقاو تفاعل من الشعب. الشعب اللي ذوق قال مثلا في وقت من الاوقات لما كانت الثلوج، شكون اللي حل عليهم الطريق؟ تحل عليهم انت، تتهز فيديو قال راهو الطريق مسكر وراها كذا وراها كذا، لكن هو يروح ينقل ثم البوكلا ولا ما عارف انا ويحلوا عليهم الطريق. شعب ذوق لما هو تحل به الواقع الآن، ذوك الناس اللي راهو ذرك هو يروح يجيب الدقيق يقول له روح لفلان في الفيسبوك يعطيك، روح لفلان في اليوتيوب يعطيك الدقيق ولا حليب ولا سكر ولا أي حاجة، يقول له روح لفلان يعطيك. لماذا؟ لأنك ماكش تستخدم في خطاب واقعي، ماكش تستخدم فيه خطاب عقلاني. إرضاء نتاع الناس أنا ما يعنينيش، يسبوا يقولوا وش حبوا، لكن أنا نستخدم فيه خطاب عقلاني، والإنسان ما على بالوش حتى وقت راه ترفع الروح نتاعو، على الأقل الإنسان يكون الكلام نتاعو صافي مع ربي والله يسهل للناس. أكتفي بهذا القدر الإخوة والأخوات فيما يتعلق بهذا الموضوع هذا نتاع اليوم حول العودة نتاع الأخ شوشان للجزائر، وهذا الموضوع هذا نتاع الكورونا. أنا كشخص يعني متابع لهذا الأحداث في الجزائر، وكنت يعني على علاقة بالأخ شوشان، عندي تقريبا أكثر ربما سنتين والله ما تكلمتش معه، وما كنتش حتى على علم بالموضوع هذا نتاعو، يعني العودة نتاعو. الناس اللي راهم يقول لك باللي راهو عنده صفقة، لا صفقة ولا هم يحزنون، سيد
كان خذا الجواز السفر تاعو في حد علمي بلك ربما في 2008، يعني عنده أكثر من 10 سنوات وعنده جواز السفر تاعو، ما عندوش حتى علاقة بهذا الحراك هذا. كان خذا الجواز السفر تاعو وكان في اتصال مع ناس وكان حب يهبط في وقت معين، ومن بعد انا شخصيا قلت له بالك حذاري راهم يغدروك ولا هذيك في وقت سابق، ومن بعد ارتأه هو على جال باش يهبط، هو يتحمل المسؤوليه نتاعو. وربما كاين بعض من الناس لاحظوا في المده الاولى هو انه اعلن باللي راهو رايح راجع للجزائر، فيما بعد في اخر المطاف قال باللي راهم قالوا لي باللي ما تجيش وراه الاوضاع مش مليحه وكذا. انا في اعتقادي هو انه الاعلان على العوده نتاعو هو احرجهم لانه هو دارها من شي راسه، اتفق مع واحد نتاع الشروق ولا ذاك تاع الحوار ولا هذيك، وكان هو حاب يهبط على جال باش هو يستغل هذاك الحدث على جال باش يتكلم في مواضيع وفي كذا. وبطبيعه الحال كاين الناس اللي هما دوك مثلا في وسائل الاعلام ماذا بهم الحصريات هذيك وماذا بهم بعض الامور هكذا. دوك كاين الناس اللي هما درك لما سمعوا بالعوده نتاعو تحركوا حبوا على جال باش قال مثلا ثم يحرجوه لما يرجع في المطار ولا هذيك والله. وبالتالي دوك هذه السلطات الامنيه هما شافوا باللي راهو راح يخلق لهم مشكل، قال ودي اجل الموضوع نتاعك المره هذه ما علنش، ما قالش باللي راهو في النهار الفلاني على الساعه الفلانيه ولا طلب ناس عجل باش يتلاقاوه. بطبيعه الحال كاين الناس اللي راهم على اتصال معاه والله على بالهم، لكن هو لما روح خلاص انتهى الامر. درك العوده نتاعو مثلا وانتهي، انا الموضوع نتاعي مش الموضوع نتاعو، كل واحد راهو عنده الموضوع نتاعو اللي راهو خرج من اجله. انا منعت من النشاط السياسي في الجزائر، وما كنتش معتقد في وقت من الاوقات انني ممنوع من الدخول، رغم انني كنت معارض وكنت كذا، ولكن ما كنتش مقتنع، يعني ما كنتش على بالي باللي راني الى هذاك الحد. نهار اللي رحت طلبت الجواز السفر تاعي قبل الحراك منعت، عرفت باللي الامور. بالتالي الضرك لحد الان مازال ما كان حتى جديد، احنا ماذا بينا على جال باش كيما روح شوشان يروح زيطوط ويروح مردد هنا ويروح عباس عروه ويروح مسلي هذاك ويروحوا كل الناس اللي راهم درك في وقت من الاوقات وما كانوا ممنوعين من النشاط السياسي في الجزائر او ظلموا او كذا. انا اتحدث عن الناس السياسيه، مش تحدث انا على واحد راهو من جماعه تاع هذا قلت لك اللي يضرب طبسيلو بيا ويحس في روحه باللي راهو. انا مش نتحدث على هذوك ما عندهم حتى علاقه لا بالسياسه ولا بالمعارضه ولا يعرفوا شيء عن النظام، ما يعرفوا والو، مجموعه ناس طفيليين، ناس واحد يسرق في صوره ولا يسرق في تعليقات ولا يبعثوا له ناس يستعملوا فيه كالبيدق من اجل تصفيه نتاع حسابات مع ناس، مش حتى على هذوك نهائيا، حتى للناس اللي راهم درك هما سياسيين معروفين بالمواقف نتاعهم، تختلف معاهم ولا تتفق معاهم مش مشكله، لكن ناس ناشطين ناس سياسيين وناس معارضين هذوك انا ماذا بيا باش يعاودوا يرجعوا. اذا كان دوك هذا النظام راهو عنده هو نيه من اجل التغيير، اتحدث على هذ الناس اللي راهم درك في السلطه، النظام انا مع التغيير تاعو، هذ الناس اللي راهم دوك هما في السلطه عندهم نيه من اجل التغيير وكذا، فرصه على جال باش يتواصلوا مع الناس. ويا خويا ترفع انت الحرج، قال اودي هاك تحوس ترجعها والسفر تاع الجواز السفر تاعك الامور تاعك راه مسويه، تحب ترجع ما ترجعش الله يسهل عليك، المشكله نتاعك. المهم ماشي انت ناس تسمح لهم انت بالعوده وناس في المقابل تضايق عليهم، هذا امر غير مفهوم. وشوشانكم شفتوه راهو كان هو ضد تبون، كان في وقت من الاوقات مشى مع هذاك بالنعمان، ومن بعد ولا قال باللي راهم مشاو اتصلوا باحمد طالب، ومن بعد ولا راح مشى مع خرشي هذاك، ومن بعد راح هذاك مع بن قرينه،
كان هو ضد تبون، وبالتالي دوك الكلام اللي راهو يقول فيه راهو كان فيه بعض الاشياء اللي كان يقول فيها الواقع كان يكذب فيها. كاين بعض الناس اللي ربما راهم يربطوا فيها ما كان والو، لا صفقة ولا محزنون، عاود رجع الاهل نتاعو. وانا شخصيا فرحت له وتاثرت بالعوده نتاعو كيما تاثر الناس اخرين، لكن الموضوعيه تقتضي هو انك انت تنصف الناس. انسان ناضل، انسان اجتهد، اصاب واخطا مثلنا ومثل الناس اخرين، بصح باش يبقى الانسان هو انه يجعل منه هو شيات وخبيث ومانيش عارف انا وباع كذا وباع كذا، ومن ناس اخرين ما عندهم حتى علاقه بالنضال وما عندهم حتى يرجع منهم شخصيات، هذه انا ما نقبلهاش خلاص. كلام مش نتاع رجال خلاص، هذا اللي يقول الكلام هكذا مش راجل، ما فيش الريحه نتاع الادميه. نختلف معاه في مواقف نتاعو، تاخذ مواقف مثلا انا كنت ضد التصرفات اللي كان يقوم بها القيد صالح، والتصريحات نتاعي راها منشوره البارح واليوم وغدوه هو تحت القبر، كنت ضده. ولكن يا خويا هذا راه ناضل، حتى القيد صالح راهو ناضل وراهو تعب وراهو جاهد وراهو خدم وكذا، تحفظ له الشيء اللي داروا له. نختلف معاه في مواقف سياسية، اختلف معاه في التصرفات، في خطابات، في مسألة هذيك نتاع التخوين، سواء تعلق الأمر به هو ولا بشوشان ولا بأي شخص واحد آخر. شوشان تحفظ له انت، قالها ودي راهو كان تكلم في وقت من الأوقات، قال الشهد، قال كذا، ولكن في وقت من الأوقات راهو استخدم بعض المصطلحات أو استخدم بعض التصريحات، وراهو بلي بلي راهو تطرف وراهو تعصب وراهو قال خذ موقف مش مليح، راهو اساء الناس، صار يتهم في الناس بالخونه وبالعملاء وبخدام تاع فرنسا وصار كذا وكذا، واللي ما مشى مع اسمه. نختلف معاه، ولكن ما لازمش انت تمسح النضال. يا سيدي يا ربي يا خير، عندك سيئات وعندك حسنات يا خويا، انت راك ضد السيئات نتاعو، احفظ له الحسنات. هذا مكان، هذه الموضوعيه اعتقد. وللناس الكل الكلام نتاعي هذا مش خاص بشوشان، الناس الكل، كل واحد منا راهو عنده سيئات وعنده حسنات يا خويا. احنا نتعاونوا من اجل خدمه البلاد، احنا دوك اللي رانا نتحدثوا في هذا الموضوع هذا نتاع كورونا هذا من اجل مصلحه البلاد. مصلحة البلاد تقتضي هو أنك أنت توقف هذا الحراك في هذا الوقت بالذات. أنا متحيخ، كنا في وقت من الأوقات كنا نقولوا باللي رانا نحن مع الحراك، نحن مع مواصلة الحراك، لكن الآن كاين وضع راهو تفرض عليك، هو هذا الفيروس اللي راهو دمر عائلات، راهو دمر اقتصاد، راها أعلنت بسببه حالة التطور. يا خويا أنا المصلحة الوطنية تقتضي تجميد هذا الحراك، وتلتزم الناس البيوت نتاعها مثل ما راها دوك الآن في فرنسا ولا في دول واحدة أخرى. صار في فرنسا تجي في دارك وتخرج وتقعد في دارك، يلي راك ظرف الطبسي نتاع اللوبيا، تلتزم بالقوانين، تلتزم بها بالحذافر نتاعها. ولما يتعلق الأمر في الجزائر قال هاد الناس يحوسوا يقسموا الحراك. يا وانت يا البيدق، انت اللي راك اضريت هذا الحراك. هذا الجهابذة وهذا الفلاسفة وهذا العلماء اللي هما يشوفوك بغل يسوق في ناس ما يتحركوش، هذا الشيء اللي خلى اطارات وخلى نخب هي انها ما تتحركش وما تتفاعلش بإيجابية مع هذا الموضوع. خلوها لانه شافوا ناس يقول لك انا خلي، ومن بعد وراك راح مديها للحيط. هذه باختصار. المهم اتمنى هو ان راني افدتكم بهذا الموضوع وبهذه المداخله، ان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.